الحمد لله الذي هدانا لهذه وجعلنا من أهل كل إحسانه من الشاكرين وليزينا على ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذي هبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه ويسلكها بمن نيل رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شعره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمييز شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل المشهورة فحرم فيه ما أحل في غيره إذا ما وعجر فيه المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجد جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة لا طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما كما من قضائه. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حذرت فيه وعيننا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك حتى لا نسقيا بأسمائنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لحو وحتى لا نبسط أيدينا إلى محذور ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور وحتى لا تهيا بطوننا إلا ما أهللت ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمين لا نشرك فيه أهدا دونك ولا نبتغي به مرادا سواك. اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي هددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقدت وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المودين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن نسل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا هاشا من أودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والهرب الذي لا نصافيه وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنفه من الأجوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دونا ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك كربته أو نبي أرسلته أو عبد صالح اقتصدته أن تصلي على محمد وآله وأهلنا فيه لما وعدت أولياك من كرامتك وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا في نزل من استهك الرفيق العالى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلهاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والإنخداء لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها أفك أو يحبها صفك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب.
اللهم صل على محمد وآله ومحق ذنوبنا مع من خلال واسلقنا تبعتنا من سنا خيامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات واخلصتنا فيه من السيئات. اللهم صل على محمد وآله وإن منا فيه فادنا وإن زغنا فيه فقومنا وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وإن في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التي لا يحصيها غيرك إنك فعال لما تريد.